تعالوا شوفوا مقادير سلطة فيها كل العناصر الغذائية، فيها قيمة غذائية عالية جدا، سلطة الخضار بالمايونيز. مقاديرها على الشاشة. أول حاجة كوسة مسلوقة، جزر مسلوق، بسلة معانا. أجيبها هنا كده أهو. حاضر زي عيني عيني وسط إخواتها أهو. زي الفل. مقادير في متناول الجميع، ولكن القيمة الغذائية عالية جدا. بوجود المايونيز فيها، والكوسة مفيدة للهضم، والجزر فيتامين سي، والبسلة بوتاسيوم. أصبح إن طبق السلطة ده كل العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم حسب الأعمار بتاعته، صغير وكبير، مفيدة. صينية الخضار بتاعنا أو السلطة بتاعتي مقاديرها على الشاشة شفناها مع بعض. مقاديرها كوسة، بسلة، بقدونس، مايونيز، يعني بروتين حيواني. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي في طبق لطيف وجميل. حلو الكلام؟ اه. معانا خس بلدي، معانا جرجير، وهنعمل طبق سلطه حلو قوي. الرز بيناديني بيقول لي خلاص انا استويت، ممكن تغرفني. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ونروق الدنيا كده، مكان الاختراع ده الطبيعي. الحاجات اللي بقولها لك دي قولها للجيران، ها حبيبتي جارتك الجميله. نيجي لطبق السلطه بتاعتنا. حلو قوي، تعالوا نغرفه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. زي الفل، نعمه الحمد لله. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل طبق سلطه مشهور في المطبخ الروسي، اسمها روس سلاط، مشهور في المطاعم بالروس سلاط. بيحطوا عليه بيض مسلوق، بيحطوا عليه بطاطس. انا شلت طبعا البطاطس من الموضوع، وشلت البيض المسلوق من الموضوع، وحطيت بسله اهيت، يعني بوتاسيوم للامهات الحوامل والسيدات الحوامل، ربنا يقوم كل ام بالسلامه. معانا كوسه وجزر، يعني يا عم الشيف فيتامين سي، تتقطع كده. البسله مصدر غني جدا للبوتاسيوم. الله، والبوتاسيوم يا اخواننا يا حبايبنا بيلعب دور مهم جدا في تكوين وصلابة العظام، العظم، في المراحل الأولى من العمر، وخاصة الأطفال. حلو الكلام؟ ده الجزر. كانوا زمان يقول لك الجزر يقوي النظر، لا يا عم ده فيتامين سي ومضادات مناعة ومضادات أكسدة. الأبحاث العلمية وكل ما العلم بيتقدم كل ما بنعرف قيمة الحاجة اللي بين إيدينا. ده جزر. يعني حد كان يعرف مثلا الفلفل الالوان ده غني بفيتامين سي؟ بس لما جه موضوع كورونا عرفنا ان الفلفل الالوان مصدر غني جدا لفيتامين سي. الجوافه مصدر غني جدا لفيتامين سي. الفراوله مصدر غني جدا لفيتامين سي. فيتامين سي ما هو؟ ده اللي بيساعد وبينشط كل الفوائد التانيه ان الجسم يمتصها ويستفيد بيها. حلو الكلام؟ يعني هو الواسطه من الاخر. عشان كده اخواننا الاجانب في الاوبن بوفيه الصبح في الفنادق والمطاعم الكبيره، لما نروح على البوفيه الصبح نفطر نلاقي عصير برتقان، عصير جوافه. ليه؟ لانه فيتامين سي، عشان تخش على السفره بقى، تخش على البيض الاومليت بقى وعجينه الكريب والفول والمجانج والحاجات اللي بتشوفها على الاوبن بوفيه. اول حاجه تستفتح بيها فيتامين سي، لازم يخش الجسم كل يوم، ما بيتخزنش. هو كده فيتامين سي ما بيتخزنش في الجسم. دي كوسه. عايزه تحط بطاطس حط، بس انا ما رضيتش احط للامانه لان في بطاطس على السفره. اذا انت بتعمليها بقى مع فاست فود، برجر، فرايد تشيكن، الحاجات دي كلها، تحط ايه؟ بطاطس، حط بيض زي ما انت عايز. دي كوسه. والكوسه مفيده للهضم. امساك عندك بطاطس كوسه على طول وانت مغمضه. طفلك الصغير بيعاني من الامساك، اضربوا له شويه كوسه في الخلاط هتدعي لي. شويه بقدونس حطيتهم، فين المايونيز؟ ده المايونيز. الله الله، ننزل بالشويه دول، خلي بالك دول دافعين فيهم فلوس. زي ما انا بشتغل انت تشتغلي في المطبخ. مش بتتعلمي الحاجات والتركات. خدنا المايونيز زي الفل، سنة شبت صغيرة،
عصرة ليمون صغيرة، لسه بقى جاي للتركية بقى، عصرة ليمون، فص توم ني. ياه ليه يا عم الشيف؟ لا بياخدنا في حتة تانية. حلو الكلام. شوية زيت زيتون، ما تحطيش ملح، لأن واحنا بنسلق الجزر حاطين ملح، واحنا بنسلق الكوسة حاطين ملح، واحنا بنسلق البسلة حاطين ملح. ليه الملح؟ الملح مع الماء المغلي في حالة سلق الخضار يحافظ على نضارة لون الخضار، يخليه أخضر. ربنا يخضر أيامك. هنقلب كل الخضار يا عم الشيف ده كده بالشكل ده كده، ونغرفه. طريقة الغرف بقى مهمة جدا. الله، السلطة دي مهمة جدا. عشا بالليل كده لجوزك للأولاد، جوزك راجع متأخر، مش طالبة معايا ياكل رز، مش طالبة معايا ياكل خضار، السلطة اللطيفة دي فيها كل حاجة. هذا الخس البلدي بتاعنا جاي مع رمضان وشهر رمضان الكريم، اللهم صل على النبي. دي من جمال مصر بقى، بصل أخضر، خس بلدي. الله، لو الخرشوف بره بنضرب له تعظيم سلام، الناس بتبيعه على العربية هنا. حاجة لطيفة، لسه لنا موقف مع الخرشوف ده، متعدد الصفات ومتعدد الأطعمة، إذا كان القلب ولا الكعب ولا الورقات بتاعته. ده الخضار بتاعنا، السلطة لوحة فنية. عايزة تحط عليها بيض؟ حط، عشان إخواننا اللي بيشوفوا دلوقتي والفلاسفة يقول لك الروس صلات بياخد بيض، الراجل ده ليه ما حطش بيض؟ حلو الكلام. زي الفل. جرنش عشان الأطفال الحلوين بيحبوا الشكل. معانا الجزر الحلو ده كده، عينية. حاضر يا فندم. بقول لي خلص، خلاص احنا خلصنا. حد يزعل من الكلام الحلو؟ شفت الجزر ده كده؟ السفرة لازم تكون كده. حلقتنا النهارده بساطة، سهولة، مرونة، يعني تفاصيل صغيرة، طعم جديد وشكل جديد. قدرنا نعمل سفرة مكوناتها فيه كل العناصر الغذائية زي ما حضراتكم شايفين كده.